المؤسسات التعليمية اللي هي حوالي 12,000 اليوم في الابتدائي والإعدادي والثانوي، المفروض على أنه بعد صدور القانون يعني 2019 أن يعاد تأهيلها وتزويدها بالمعدات التربوية اللازمة، تكوين المدرسين، تهيئ الفضاءات إلى آخره في أفق وفق مخطط داخل أجل 3 سنوات، لذلك ينص عليه القانون. معناه أنه 2019 إلى نهاية 2022 بداية 23 المفروض خصنا نكونوا نهينا هذا المشروع. وزارة التربية الوطنية بتركيزها على المؤسسات الريادة لها دافع آخر، وهو أن نبين للرأي العام أن الإصلاح ممكن، وأن هناك نجاحات يمكن أن تتم ولو كانت نجاحات على مستوى ضيق ومحدودة. 626 هو عدد ممكن التحكم فيه، وهو إجمالا يمكن القول بأنه حتى في الإصلاحات السابقة كانت هناك قدرة للتحكم في الإصلاحات الصغيرة، يمكن أن تتحكم في نموذج صغير في عدد محدود من المؤسسات وتعطي دائما نتائج. كانت دائما هناك تجارب خاصة مع منظمات دولية في إطار التعاون الدولي، تكون هناك تجارب في بعض المؤسسات وتنجح. متتبعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي ينظمه موقع اليوم 24 بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات بعنوان التعليم في المغرب إلى أين، نناقش فيه مجموعة من القضايا متعلقة بمنظومة التربية والتكوين وتقييم برامج البيداغوجية ومختلف المواضيع المتعلقة بالمنظومة التربوية. مرحبا مجددا بالأستاذ عبد النصر ناجي رئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، والأستاذ خالد صمدي رئيس مركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، في سياق مناقشات موضوعات تتعلق بالمغرب التعليم إلى أين. هذا المحور غادي نناقشوا فيه موضوع لا يقل أهمية عن المواضيع الأخرى التي سبق أن ناقشناها، هو مؤسسات الريادة، وهو مشروع سبق أن تحدث عنه الوزارة كثيرا، ولكن مؤخرا صدر مرسوم بشأنه. فهذه المؤسسات حاليا اللي بدأت هذه السنة اللي هي 626 مؤسسة، وهناك أمل أنها تصل إلى 2000 مؤسسة العام المقبل، وفي أفق تعميمها في 2028. أنا في تقديري هل كان ضروري صدور مرسوم؟ على كل حال، شوف، هو في إطار تنزيل إصلاح المنظومة أي مجهود لتجويد المنظومة مرحب به من حيث المبدأ، لأنه القانون يتحدث عن الإنصاف وتكافؤ فرص، ويتحدث عن تجويد المؤسسات والخدمات التي تقدمها، هذا على المستوى المبدأ. وبالتالي نعتقد أن هذا المشروع هو مشروع طموح، يعني الوزارة التي تشتغل عليها عندها أهداف ترسمها، أعتقد على أنها أهداف مشروعة ويمكن أن تشتغل في هذا الاتجاه. إنما سنتحدث عن كيفية تنزيل، وهل يمكن لهذا المشروع أن يصل إلى ما يطمح إليه القانون وما يطمح ما تحدده بالضبط بعض البنود الموجودة في القانون الإطار 51-17، من أجل أن لا تتحول هذه التجربة إلى تمييز داخل المنظومة التربوية، وإنما تسير بمنطق تحقيق التكافؤ والفرص بالنسبة للجميع. أنا قبل ما ندخل لهذا السؤال خليني نأسس داك الشيء على المنظومة القانونية. القانون تيتكلم على أنه المؤسسات التعليمية اللي هي حوالي 12,000 اليوم في الابتدائي والإعدادي والثانوي، المفروض على أنه بعد صدور القانون يعني 2019 أن يعاد تأهيلها وتزويدها بالمعدات التربوية اللازمة، تكوين المدرسين، تهيئ الفضاءات إلى آخره في أفق وفق مخطط داخل أجل 3 سنوات، ذلك ينص عليه القانون. معناه أنه 2019
الى نهايه 2022 بدايه 23 المفروض خصنا نكونوا نهينا هذا المشروع. ايوا هذا هو السؤال. ودخلنا بالمنظومه التربويه الى المستوى الذي نطمح اليه جميعا في اتجاه تحقيق تكافؤ الفرص. لكن القانون عطى واحد الاليه مهمه بزاف باش يمكننا نحققوا هذا الشيء في 3 سنوات. لان واحد العدد ديال الناس تيتسالوا علاش غير 600 والعام الجاي يمكننا نوصلوا ل 2000 وقتاش غنوصلوا ل 12000. يعني حتى الاجل المحدد اللي هي 28 لا اعتقد انه بهذه الوتيره كيمكننا نوصلوا للنتائج المرجوه. نتحدث عن التعميم. الاليه هي ان هذا الوصول الى هذا المستوى في المؤسسات ليست مسؤوليه قطاع التربيه الوطنيه وحده. رجعوا للقانون، فيه وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، النقل وغيرها من وغيرها من القطاعات الحكومية التي تتضافر جهودها باش هاد الأهداف نرفعوا من الوتيرة ديال الإنجاز. الآن وزارة التربية الوطنية أخذت هذا الملف على عاتقها هي وتشتغل بطاقمها الكامل من أجل تحقيق هذا المشروع الطموح كما قلت، ولكن وتيرة الإنجاز وتيرة ضعيفة وضعيفة جدا، علما بأنها لا تخرج عن ما رسمه القانون. شنو هو؟ هو تهيئ الفضاء ديال المؤسسات. سولتني على شنو هي الخصوصيات. توفير بعض المعدات، وهذا الشيء تيتكلم عليه السيد الوزير، توفير بعض المعدات اللازمه للاساتذه من اجل يعني اداء تربوي وربما ارقى. اعتماد انظمه بيداغوجيه على سبيل التجريب جديده. الفضاء ديال المؤسسه ككل فضاء مؤهل منظم وما الى ذلك. هذا هو، هذا لا يخرج عن ما تحدث عنه القانون، ولكن كما قلت بوتيرتين اضعف. احنا اليوم امام 626 والسيد رئيس الحكومه في البرلمان صرح بان النتائج مبهره ومهمه جدا وكذا الاخري، علما بانه هذا 600 لا تشكل الا اعتقد واحد النسبه ضعيفه 5% اقل من 5% في المؤسسات ككل. فواش يمكننا نطمئنوا للنتائج ديال المدارس الرياده بناء على هاد النسبه. ثانيا هاد الشيء تنطبقوه الان في الابتدائي، مازال ما عرفناش الاعدادي اش غادي يكون فيه والثانوي اش غادي يكون فيه. السنه المقبله يكون الاعدادي ممكن عاد نبداو نجربوا في الاعدادي. ثالثا انخراط ديال الاساتذه وانخراط طوعي. انا هذه ما فهمتهاش، اختياري بمعنى انه نقدر انا نخرط في المشروع وناخذ واحد الحاسوب وربما بعض التعويضات على المهام وكذا الى اخره، يمكن لي ما نخرجش، في حين ان توفير الجوده والانصاف لابناء المغاربه ينبغي ان يكونوا وفق مخطط تسهر عليه الوزاره عبر مديرياتها الاقليميه وعبر الاكاديميات وفق نمط متدرج ينخرط فيه الجميع وفق مشروع المؤسسه وما الى ذلك. اذن هذه كلها واحد مجموعه من التساؤلات ربما انا في التقدير ديالي كطرح واحد علامه استفهام على امكانيه الوصول الى النتائج المرجوه، وحتى لا تتكرر تجربه مدرسه النجاح اللي كانت هذه واحد مدرسه النجاح قبل القانون الاطار 51/17، ولكن هذيك مدرسه النجاح كانت قبل القانون. نتحدث عن تجربه ما بعد القانون، نتمنى لها كل النجاح، ولكن هذا لا يمنع من ان ندق ناقوس الخطر في وقته وان نتمنى ما ينبغي تثبيته في نفس الوقت. سي نجيش كيفاش تابع الموضوع ديال مدارس الرياده؟ الان قانون الاطار تيقول انه خاصها تكونوا على الاقل في 2023 المدارس كلها تم التهيئ ديالها وتم التاهيل ديالها، الان حاليا يلاه واحد 600 مدرسه حوالي 600. واش هذا مشكل ديال ضعف الامكانيات الماديه او تعبئه الامكانيات الماديه الضروريه لتاهيل 12000 مدرسه في المغرب كله؟ ماديا، تجهيزات، وبشريا؟ انا لا اعتقد ان المشكل مادي، لان الامكانيات الماديه وقد اعترفت الحكومه بانها قادره على توفير الامكانيات الماديه، وظهر ذلك في مجموعه من الازمات يعني التي شهدتها الحكومه. الازمه ديال الاساتذه الاساسي وفرت موارد ماليه لمواجهه هذه الازمه. حرص السيد وزير التربيه الوطنيه على تطبيق ما جاء في النموذج التنموي خاصه ما يتعلق بمجال التعليم ربما دفعه الى التخلي عن ما جاء في القانون الاطار، عن المنهجيه الموجوده في القانون الاطار التي هي منهجيه شامله شموليه منهجيه نسقيه تاخذ المنظومه برمتها وتحاول الاصلاح
من داخل هذه المنظومة، ولكن إصلاح شمولي إصلاح يهم جميع مكوناتها. ربما بدا السيد وزير التربية الوطنية أن هذا الطريق طويل نوعا ما، طويل لسببين. السبب الأول هو أنه يقتضي تحويل القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، وهذا طبعا فيه مسار تشريعي مسار تنظيمي لربما سيأخذ الوقت. والسبب الثاني هو أنه القانون الإطار يتناول منظومة التربوية في شموليتها، وهذا يقتضي ليس مقاربة التربية الوطنية فقط مجال التربية الوطنية، ولكن مقاربة للمنظومة ككل بما في ذلك القطاعات المعنية بالموضوع، وهذا يتطلب تنسيق متواصل وتنسيق متين بين مختلف الأطراف لكي نتمكن من إصلاح هذه المنظومة بشكل شمولي. أعتقد أن هذا هو السبب الذي أدى إلى الاقتصار على نظرة تجزئية للقانون الإطار، ومحاولة التركيز على المؤسسة التعليمية بفرضية ولو أنها صحيحة نوعا ما، ولكن استعمالها ربما كان فيه نوع من الخروج عن المنهجية الموضوعية العلمية التي ينبغي أن تتبع. الفرضية هو أن الإصلاحات السابقة لم تؤتي أكلها داخل الفصل الدراسي، لأن المهم هو المخرجات، مخرجات المنظومة هو التحصيل الدراسي. هذا التحصيل الدراسي كان فيه خلل في الإصلاح السابق بدليل المشاركة في التقييمات الدولية وحتى التقييمات الوطنية التي تفرز هذا الضعف في التحصيل الدراسي. بما أن المشكل في المؤسسة التعليمية ينبغي التركيز على المؤسسة التعليمية، التركيز على المؤسسة التعليمية إلى جانب طبعا المكونين الأساسيين في المؤسسة التعليمية اللي هي التلميذ والأستاذ. إذن هذه من ناحية كفرضية صحيحة. الإصلاح ينبغي أن يكون شمولياً، لا ينبغي أن يركز فقط على المؤسسة التعليمية، ولكن أعتقد أن المقاربة المعتادة من طرف وزارة التربية الوطنية بتركيزها على المؤسسات الريادة لها دافع آخر، وهو أن نبين للرأي العام أن الإصلاح ممكن، وأن هناك نجاحات يمكن أن تتم ولو كانت نجاحات على مستوى ضيق ومحدودة. 626 هو عدد ممكن التحكم فيه، وهو إجمالا يمكن القول بأنه حتى في الإصلاحات السابقة كانت هناك قدرة للتحكم في الإصلاحات الصغيرة، يمكن أن تتحكم في نموذج صغير في عدد محدود من المؤسسات وتعطي دائما نتائج، إن كانت دائما هناك تجارب خاصة مع منظمة دولية في إطار التعاون الدولي تكون هناك تجارب في بعض المؤسسات وتنجح، آخرها مثلا في المؤسسات تحدي الألفية عندما تم تجريب مشروع المؤسسة المندمج ومجموعة من المشاريع الأخرى، فهذه طبعا تنجح لأن الظروف تكون متوفرة. المشكل يكون عندما نعمم، عندما نصل إلى تعميم هذا النموذج. أنا لا أريد أن أعود لأن إلى نموذج المدارس الريادة رغم أن عندي مجموعة من الملاحظات عليه خاصة على المستوى البيداغوجي، ولكن أريد أن أركز على مسألة تعميم هذه المدارس. في المستقبل السنة المقبلة سيكون عندنا 2626، هل ستكون وزارة التربية الوطنية قادرة على المرور من 626 إلى مضاعفة تقريبا 4 مرات 2626 بنفس الفعالية التي تقول أنها حصلت في مؤسسة الريادة، رغم أنني أشكك في بعض الأرقام التي تم الترويج لها، خاصة عندما نقول بأن يكفي أن يكون هناك دعم تربوي لمدة 2 شهر لكي نربح 2 سنين دراسيتين. هذا طبعا لا يمكن أن يقول به باحث موضوعي في مجال علوم التربية وفي مجال المنظومة التربوية، ولكن لا أريد أن أخوض في هذه الأمور، أريد فقط أن أقول بأنه التعميم ينبغي أن يكون له شروطه، وينبغي أن يكون هناك تقييم موضوعي وتقييم خارجي لهذه المؤسسات لكي نقف بالضبط على الاختلالات وعلى المكتسبات إذا كانت هناك مكتسبات لتطوير هذه المؤسسات نحو الأفضل، وننتبه إلى أنه التركيز على مدارس الريادة وإهمال باقي المؤسسات سيؤدي إلى شرخ أعمق
ما بين مؤسسات عادية ومؤسسات ريادية نبغي أن ننتبه إليه. نعم. فعلا سي صمدي، يعني هناك تركيز الآن على مدارس الريادة، إعادة هيكلة وتنظيم بجانب بيداغوجي، ولكن المؤسسات الأخرى لا يجري الحديث عنها. يعني إلى أن نصل إلى 2028 لنعم فيها التجربة، ماذا يجري في هذه المدارس الأخرى لا يؤدي هذا إلى مشكل ديال تكافؤ عدم تكافؤ الفرص، وإلى يمكن يحصل واحد التنافس ما بين الأسر للتوجه لهذه المدارس ديال الرياضة. الآن غيولي عندنا ثلاثة ديال النماذج. نعم. نموذج التعليم العمومي. نعم. العادي، ونموذج المدارس الريادة، ونموذج المدارس الخاصة. يعني خلقنا نموذج ثالث في أفق أن نعممه، والمسألة ديال التعميم صعبة في الأمد المنظور على الأقل كما سبقنا وتحدثنا. المخطط المندمج للارتقاء بالمستويات التربوية والتعليمية لجميع مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، هذه مسؤوليات الحكومة باش نأكد على هذه النقطة، ليست مسؤولية قطاع التربية الوطنية. وما ننساوش على أنه عدد كبير من المؤسسات موجودين في العالم القروي، وبالتالي الشروط الدنيا للتمدرس في العالم القروي تحتاج إلى بذل مزيد من المجهود. ما ننساوش على أنه مجموعة من المؤسسات ديال التربية الوطنية خاضعة لواحد المخطط ديال إحداث أقسام للتعليم الأولي، وهذا مشروع كبير وكبير جدا ينبغي أن يتم الاشتغال عليه. في البيلون، يعني في الحصيلة، إلا بغينا نقوله بغينا نشوفه بالضبط شنا هي الأشياء التي تركز عليها وزارة التربية الوطنية، نجد حديثا بشكل كبير جدا على مدارس الريادة، على تكوين برنامج تكوين المدرسين. لماذا ليس هناك إشراك للجماعات المحلية لكافة المتدخلين؟ لماذا لا نلمس بأن هناك استقلال إدارية ومالية للأكاديميات لتقوم بهذا الدور على المستوى الترابي؟ شوف، ليس هناك تعبئة على المستوى المركزي، وقد قلت مرارا إن اللجنة التي رأسها السيد رئيس الحكومة، التي من شأنها أن تنسق بين القطاعات الحكومية وتؤدي إلى الحكامة في التدبير وإلى تضافر الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة، لم تعقد أي اجتماع لها خلال هذه الحكومة من بدايتها إلى اليوم. بالتالي لا نتوقع من تدبير المنظومة إلا هذا النوع من، ما خليني ما نسميه التشتت، ولكن عدم الحكامة اللازمة في تنزيل مثل هذه المشاريع الكبرى اللي ماشي سهلة. وبالتالي أنا أعتقد أن السيد وزير التربية الوطنية تحمل ثقلا كبيرا جدا من أجل أن ينسق هو مع القطاعات المعنية. الأكاديميات نفس الشيء على المستوى الترابي، لأنه مجالس الأكاديميات توجد فيها القطاعات كلها، كذلك على مستوى المندوبية الإقليمية، وربما جزء كبير من هذا التنسيق قد يتحمله الولاة والعمال على مستوى الجهات، وهذا تدخل للوزارة الداخلية. يحتاج هذا ماشي ملف ديال التعليم، انتقلنا في القانون الإطار من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. الآن عدنا لنشتغل بالمنطق الأول، عدنا من إصلاح المنظومة إلى إصلاح التعليم، وفي تقديري هذا من شأنه أن يؤخر على الأقل الأهداف التي كانت مرسومة في أفق 2030. إن جانك إضافة قبل نهاية اللقاء؟ إضافة متعلقة بالإفراط في مركزية القرار فيما يتعلق بهذه المدارس، وكأننا نعود إلى الوراء فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة. الآن بالنسبة لمدارس الريادة، كل شيء يتقرر في الرباط بالنسبة لهذه المدارس الريادة، حتى استقلالية المدرس البيداغوجية التي تحدث عنها قانون الإطار غير متوفرة اليوم، بحيث نعطي جميع الدلائل موجهة لعمل المدرس في هذه المؤسسات كمؤسسات عمومية. في حد الآن ليس لها دور في يعني تنفيذ القرارات التي تأتي من الإدارة المركزية وزارة التربية الوطنية داخل هذه المؤسسات. ربما يمكن أن يفهم هذا الأمر في مرحلة أولى، مرحلة تجريب هذا النموذج داخل هذه المؤسسات، ولكن عندما ننتقل
المرحلة الثانية ابتداء السنة المقبلة يمكن ينبغي أن يكون هناك دور للأكاديميات نوع من تكريس هذه الاستقلالية الموجودة في القانون الإطار. مسألة أخرى أعتقد أنها في غاية الأهمية وأننا اليوم في هذه المؤسسات نركز على ما يسمى بالتعلمات الأساس. تعلمات الأساس هي الكفايات الدنيا التي ينبغي أن تكون عند المتعلمين. هذه الكفايات الدنيا صحيح أنها ستمكن هؤلاء المتعلمين من الوصول إلى مواصلة دراستهم بكفاءة ربما تكون مقبولة، ولكن لن يتجاوزوا الباكالوريا بهذه التعلمات الأساس. لكي يكون لدينا نخبة لتساهم في تطور المغرب نحو المستوى الذي نريد، ينبغي أن يكون منذ التعليم الابتدائي تركيز على الكفايات العليا إلى جانب الكفايات الدنيا. وهذه الكفايات العليا لدينا فيها مشكل عندما نشارك في التقييمات الدولية، خاصة في بيزا. وآخر تقرير صدر عن بيزا يبين أن المغرب تلاميذ المغاربة لديهم مشكل في التفكير الإبداعي، التفكير النقدي، في منهجيات كفايات حل المشكلات إلى غير ذلك. وهذا لن يتم بهذه البيداغوجية الآن التي نركز عليها في التعليم في مدارس الريادة، وهي البيداغوجية التي سميت بالتعليم الصريح أو التدريس الصريح، إلى جانب طبعا التركيز على الدعم التربوي لتصحيح الاختلالات والتعثرات التربوية. مهم أن يكون لدينا هذا، ولكن إلى جانبه ينبغي أن تكون هناك ممارسات بيداغوجية تتجه نحو تطوير الكفايات العليا. حد إشارة خفيفة ولا إضافة؟ نعتقد على أنه المشروع باش يمكن له ينجح عادة كسائر المشاريع التي تطبق في تجارب مختلفة ما كتكونش مستوى واحد. يعني كنبداو بالابتدائي وعاد ننتقلوا للإعدادي على الثانوي، عادة كيكون التنفيذ على مستوى الأقسام الأولى من كل سلك. كيكون مثلا السنة الأولى ابتدائي، السنة الأولى إعدادي، السنة الأولى ثانوي، باش لما تمشي العملية ديال التعميم كتكون عندك تجارب في الأسلاك الثلاث. أما إلا مشينا بهذا المنطق من الابتدائي ثم بعد ذلك الإعدادي ثم بعد ذلك الثانوي، عادة لا تستكمل المشاريع الحلقات الأساسية التي. فأنا أتمنى كل حال أن تنتبه الوزارة إلى هذا وأن تعمل على إدماج أقسام الإعدادي ومن الثانوي، لأن السنة القادمة مع عملية تقييم حقيقي للمشروع. ابتداء السنة المقبلة هناك إعدادي، إدخال إعدادي، لكن المشكلة التي سنقع فيها في السنة المقبلة هو أنه سيكون في نفس المؤسسة ممكن أن يكون لديك تلاميذ يأتون من مدارس الريادة وتلاميذ في نفس الإعدادية لم يأتوا من مدارس الريادة، ولا سيكون فيه مشكلة سوى التنزيل. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء. سيد النصر النجي شكرا جزيلا لك، سيد خالد صمدي شكرا جزيلا لكما، وإلى موعد آخر إن شاء الله.